أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم مقاطعة منتجات الدول التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أصدر ولي الأمر المقاطعة يجب علينا طاعته، لأن في هذا إضرارا بالكفار. أما إذا لم يصدر ولي الأمر شيئا من ذلك فالمقاطعة تكون من أفراد، والأفراد لا يضرون الكفار، ما يضرونهم ولو قاطعوهم، إنما يضرون أنفسهم، يحرمون أنفسهم من المنتجات المباحة والتي يحتاجون إليها، ولا يضرون الكفار. إنما إذا صدر من ولي الأمر فهذا هو اللي يضر الكفار. نعم، فهذه من صلاحيات ولي الأمر. نعم.